طيب، السلام عليكم يا جماعة. أنا اسمي دكتورة هدى رزق، أنا أستاذ مساعد في قسم الصحة العامة، وإن شاء الله هديكم محاضرة فيدينج أوف فالنربل جروب 1. طيب تعالوا الأول نبدأ نشوف نيوتريشنالي فالنربل جروبس. مين هما نيوتريشنالي فالنربل جروبس؟ نيوتريشنالي فالنربل جروبس ار ذوز ات ريسك اوف مال نيوتريشن دي تو ريلاتيفلي انكريز في سيراجيكال نيد تو سيرتن نيوترينتس. يبقى هما vulnerable ليه؟ vulnerable يعني more at risk، كلمة vulnerable يعني more at risk. طب هم more at risk ليه؟ مش عشان هم abnormal، لا، عشان هم عندهم more أو increase في physiological needs بتاعتهم. لو أنا ما غطيتش physiological needs بتاعتهم دي هيحصل لهم malnutrition. يبقى they are in need of a special feeding scheme to satisfy their requirements, more exposed to malnutrition and deficient disease if not adequately fed. طب هم مين بقى دول اللي هم nutritionally vulnerable groups؟ عندنا سبعة groups هم nutritionally vulnerable groups: pregnant mothers, lactating mothers, infant, preschool children, school children, adolescents and elderly people. لو بصينا كده على السبعة groups دول هنلاقي ان احنا هم مغطيين اللايف سايكل بتاعتنا كلها ما عدا age group واحد اللي هو الادلت. يبقى احنا كده لو فكرنا ان اللايف سايكل بتاعتنا احنا نيوتريشنالي فارنبل، يعني المفروض ناخد النيوتريشنال ريكويرمنت في كل مرحله من حياتنا علشان ما يحصل لناش اب نورماليتي او مال نيوتريشن. طيب تعالوا الاول حاجه نبدا بنيوتريشن ديورينج بريجننسي. امبورتنس اوف جود نيوتريشن ديورينج بريجننسي. الامبورتنس of good nutrition during pregnancy should be started before, during and after pregnancy. وكلمة before دي مش معناها ان هي قبل ما جيت pregnant يعني او في first trimester، لا، هو before دي من ساعة وهي الطفلة دي البنت اللي هي pregnant دي من ساعة وهي كانت طفلة في بطن مامتها. يعني المفروض نهتم بالنيوتريشن بتاعتها عشان يطلع عندها good store ويطلع عندها immunity كويسة، ما يحصل لهاش اي complication وتطلع unhealthy future generation، وبالتالي لما هي تجيت pregnant تجيب لي unhealthy future generation. يبقى الاهتمام بتاع nutrition during pregnancy, before وdurring وafter pregnancy. طب حد من حضراتكم هيقول لي طب after pregnancy ليه؟ ما خلاص هي ولدت وجابت البيبي. لان البيريد اللي after pregnancy دي بيسموها inter pregnancy period. والانتر pregnancy period دي المفروض ان انا اهتم بالnutrition بتاعتها عشان اريبيلد الستورز اللي هي استهلكتها مع الحمل الاولاني. لان هي ممكن بعد الانتر بريجننسي بيريود دي تجيت بريجننت تاني، وبالتالي تبقى داخله بريجننسي تاني وهي عندها جود ستور. والنيوتريشن برضو في الانتر بريجننسي بيريود دي هيمبروف او هيأفكت على اللاكتيشن، يبقى عندها الميلك ريتش ان فيتامين ومينرالز، و هيساعد البيبي اللي هي ولدته ان هو يبقى مور هيلث. طيب جود كنترول اوف ويت بلاد بريشر اند بلاد جلوكوز increase the chance of healthy normal weight full term baby. يبقى عيني مهتميه جدا جدا during pregnancy على ثلاث حاجات: الويت والبلاد بريشر والبلاد جلوكوز. لان البلاد بريشر لو عادي هتعمل حاجه اسمها بري اكلامسيا اللي هو pregnancy induced hypertension، يبقى معاها hypertension during pregnancy وممكن يتطور لاكلامسيا اللي هي بيبقى معاها convulsions وممكن البيبي او الام تموت. الويت مهم جدا للكنترول بتاعه، والبلاد جلوكوز لان اصلا البريجننسي هو دايبيتوجينيك، لان الهرمونز اللي بتطلع ديورنج بريجننسي هي انتي انسولين وبالتالي بتزود الريسك ان يحصل دايبيتس. يبقى عيني مهتميه جدا بثلاث حاجات: الويت والبلاد بريشر والبلاد جلوكوز. Maternal diet and nutritional status directly impact the course of pregnancy and the fetus. يبقى اهتمامي بالnutrition during pregnancy، انا كده مش بهتم بفرد واحد، انا بهتم بفردين، بالام والبيبي اللي جاي اللي هو الفيوتشر جنريشن بتاعتنا يعني. طيب special considerations، المهم ان انا وانا بهتم بالnutrition during pregnancy لازم هبقى حاطه في دماغي اربع حاجات. ايه هما الاربع حاجات؟ هتاكد ان هي بتاخد adequate diet، والادكويت دايتس ده هنشوف هنغطيها ازاي، واعمل لها نيوتريشنال اديوكيشن وفي نيوتريشنال سبلمنتيشن وريجولار هيلث ابريزل. ادكويت دايتس عشان اقول ان الدايت اللي بتاخده الست ده ادكويت لازم يكون مغطي الثلاثه مين كومبوننت اوف دايت اللي هم انرجي ييلدنج والبادي بيلدنج والفيتاليتي جروبس. انرجي ييلدنج اللي هم الكربوهيدرات والفات، البادي بيلدنج اللي هم البروتين والمينرالز، الفيتاليتي جروبس اللي هم الفيتامينز والمينرالز.
نيوتريشنال ايديوكيشن، المفروض انا هبدا كل شويه اديها نيوتريشنال ايديوكيشن، تاكل ايه وما تاكلش ايه، ونيوتريشنال سبلمنتيشن ان انا هعملها سبلمنتيشن بسيرتن اليمنتس هنتكلم عنهم بالتفاصيل ان شاء الله دلوقتي، وكل شويه هعملها ريجولار هيلث ابريزل او اسسمنت اشوف النيوتريشن بتاعتها عامله ازاي والهيلث بتاعتها عامله ازاي. يوجوالي الريجولار هيلث ابريزل ده بتعمله لما بتروح تاخد الانتينيتال كير سيرفيسز في البرايمري هيلث كير، بيبقى ليها عدد معين من الزيارات، في كل مره بتروح الزياره بيعملوا لها ريجولار هيلث ابريزل ويطمنوا على الضغط والحاجات اللي ليها علاقه بالبريجنس والتحاليل المطلوبه منها. طيب شوف نيوتريشنال سبلمنتيشن اللي المفروض اعملها during pregnancy هي عباره عن ايه؟ هتكلم على اول واحد واهمهم هو الفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده حاجه مهمه جدا لان هو بيريديوس الريسك اوف هافينج ا بيبي وذ سباينا بيفيدا اند نيورال تيوب ديفكتس. Reduce the risk of premature birth. Recommended amount of folic acid is من 400 ل 600 microgram per day. يبقى إذا الديفكت لو حصل deficiency في الفوليك أسيد during pregnancy هينتج عنه neural tube defect أو spina bifida. الحاجات دي بتبقى مهمة لأن هو في الحتة دي بتبقى ممكن يجيب لك الـ elements إيه والديفيشنسي بتاعته ينتج عنه إيه. فمهم قوي تبقى عارف إن الديفيشنسي during pregnancy للفوليك اسيد هيؤدي الى سباينا بيفدا او نيورال تيوب ديفكت. شايفين نيورال تيوب ديفكت عامله ازاي؟ يعني حاجه رهيبه جدا. تخيل البيبي ده نتج عن اللي في ظهره نتج عن ان عندها فوليك اسيد ديفيشنسي during pregnancy. الفوليك اسيد يعني دواء مش غالي، تقريبا ممكن يبقى من 5 ل 10 جنيه تقريبا يعني. لو هي خدته ان اكسس هينزل الاكسس بتاعه هينزل في اليورين فمش هيبقى فيه سايد افكت عليها، لكن هي لو ما خدتوش هينتج عنها النيورال تيوب ديفكت او السباينا بيفيدا اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. طيب هي دي ليها كام ليفل؟ ليها 3 ليفل. الليفل الاولاني شايفين بس في ديفكت في السباينز، ما حصلش بارجنج لسه للايه للسباينال كورد ولا حاجه. الثانيه ودي ابسطهم، الثانيه المرحله الثانيه المتوسطه بيبقى حاجه اسمها منينجيوسيل، حصل بولجنج للمنينجيس من خلال الديفكت اللي في السباين ده. المرحله الثالثه اللي هي اسواهم بقى اللي هو منينجيو مايلو مايلو منينجيوسيل اللي هو بيحصل بولجنج للساك خلاص وبيحصل بيطلع فيه المنينجيس وبيطلع فيه السباينال كوردز والنيرفز. فتخيلوا بقى البيبي ده لما يكون ظهره ده فيه كتله من الاعصاب ازاي هيبقى البيبي ده بيعاني، واي ضغط في المنطقه دي ممكن تتعب البيبي ده ازاي، وبيحصل غالبا بيحصل ديجنريشن للنيرفز اللي هي بتبقى بالجنج في الساك ديت. فطبعا مشكله كبيره قوي وحلها او البريفنشن بتاعها بسيط جدا، عشان كده الفوليك اسيد ده من الحاجات الاسينشال اللي لازم الست البريجننت تاخدها. طب تاخدها امتى؟ نبدا نديها الفوليك اسيد ده امتى؟ برضو دي حاجات من الاسئله المهمه. المفروض ابدا ادي الفوليك اسيد at least one month before getting pregnant. ايه ده؟ طب ما نديها اول ما تجيب pregnant. لا، يفضل ان انا ابني الستور على الاقل خالص one month before getting pregnant. يعني لو الفيميل بتعمل planning ان هي تجيب pregnant المفروض تبدا تاخد فوليك اسيد supplementation one month before at least one month. في ناس بتديها قبلها بثلاث اشهر، قبل ما تجيب pregnant بثلاث اشهر عشان تبني الستور يبقى عندها ليفل عالي وكويس من الفوليك اسيد. It is recommended that any woman of a childbearing age should take folic acid supplements because they may not know they are pregnant until it is too late. مهم قوي ان ناخد الفوليك اسيد ده بدري عشان الحق النيرفس سيستم فورميشن بتاعنا بتاع البيبي، فمهم قوي ان ناخده الحق اول شهر او اول شهرين من الايه من البريجننسي بتاعت الفيميل. فعشان كده ببقى بريكومند ان هي تاخده بدري، عشان في ستات ما بتعرفش ان هي حامل مثلا غير ما بتعدي اول ثلاث اشهر الفيرست ترايمستر، ففي المرحله دي هي كده فقدت الامبورتنس بتاعت ان انا ادي فوليك اسيد في المرحله اللي بدري اللي هي لسه فيها فورميشن للسي ان اس. هي الجود سورس اوف فوليك اسيد. هنا بقى حقيقي هيجي دور البيزك نيوتريشن اللي حضراتكم خدتوها. انصح الست دي اعمل لها نيوتريشنال اديوكيشن او لها تاكل ايه السورس الغني في الفوليك اسيد. خلي بالنا ان انا لما بدي سبلمنتيشن بالفوليك اسيد ده لا يمنعني خالص ان انا اقول لها تاكل دايت ريتش في الفوليك اسيد. طيب ايه الحاجات بقى اللي فيها فوليك اسيد تركيزه كويس؟ جرين ليفي فيجيتابلز، فورتيفايد سيريالز، والليفر والايجز اند ليجمز. ليجمز اللي هي البينز والبيز واللنتلز.
طيب لما هو الفوليك اسيد موجود في الحاجات دي، ليه بديها وباكد على السبلمنتيشن بتاعه؟ طب ما انا ممكن اديها اكلها الحاجات اللي هي فيها الناتشرال سورس اوف فوليك اسيد. لا الحقيقه انا ما بقدرش اعتمد على الناتشرال سورس اوف فوليك اسيد في الحاله دي، لان لسببين. السبب الاول ان الفوليك اسيد لما بيتعرض لحراره او لايت بيبقى انستيبل، يعني هيتكسر بسرعه وهيبقى يوزلس، مش افكتيف. الحاجه الثانيه ان انا عشان اوصل لكونسنتريشن اقدر امنع بيه السباينال بيفيدا او نيورال تيوب ديفكت، انا محتاجه كميه كبيره من الدايت ده، جرين ليفي فيجيتابلز مثلا، يعني هي اوفرهم واكتر حاجه متوفره يعني. والفيميل في الفيرست تراينستر بتبقى عندها نوزيا ما بتقدرش تاكل، فانا استحيل هقول لها تاكل كميه كبيره جدا من الفيجيتابلز دي عشان تغطي الريكويرمنت بتاعت الفوليك اسيد. فعشان كده لازم ادي فوليك اسيد سبلمنتيشن في الفيرست تراينستر، ويفضل طبعا لو انا اديتها اتليست 1 مانث بيفور جيتنج بريجننت. تاني elements هنتكلم عليه during pregnancy هو الايرن. pregnant needs an extra iron 30 مللي جرام بير داي during the second and third trimester. ده معناها ايه؟ ان انا ما بديش الايرن during the first trimester، ببدا اديه في second و third trimester. iron supplementation reduce the risk of premature births and low birth weight. يبقى ده الرول بتاعه، بيقلل الريسك of premature births and low birth weight. Not getting enough iron could cause ايه؟ لو الست ما خدتش enough iron during pregnancy هيحصل ايه؟ هيحصل maternal anemia but not anemic infant. هي هيبقى عندها انيميا لكن البيبي مش هيبقى عنده انيميا. The most common cause of anemia at birth is prematurity. طب ليه البيبي ما يحصلوش انيميا طالما مامته عندها انيميا؟ لان بيقول لك ان الانفنت ده او الطفل البيبي ده في in relation للايرن بيبقى عامل زي البارازايت بالظبط، هياخد احتياجه على 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 حساب امه، حتى لو كانت هي هتموت هو هياخد الايرن اللي هو محتاجه على حساب الام. ف لكن الكوز اللي ممكن يخلي الطفل نازل عنده الكوز اللي ممكن يخلي الطفل نازل عنده انيميا او انيميك انفنت هو ان هو يكون نزل بدري بريماتيورتي، قبل ما ياخد الايه الايرن بتاعه اللي هو محتاجه. ده برضو من الحاجات اللي بيبقى فيها اسئله. طيب هيموديليوشنال انيميا دي فيسيولوجيكال، في فيسيولوجيكال بروسس كده بتحصل during pregnancy بنسميها هيموديليوشنال انيميا او فيسيولوجيكال انيميا during pregnancy. دي عباره عن ايه؟ ان during pregnancy بيبقى فيه بيبي بيتكون، والبيبي ده ليه سيركيوليشن. فاحنا لو عندنا الدم بتاعنا لو 5 لتر وبدات تفتح سايد واي كده للسيركيوليشن بتاعت البيبي، لو الحجم الدم ده ما تعوضش هيحصل هايبوتنشن للست وكولابس. فالفيسيولوجي بقدره ربنا يعني ان هو بيزود الفلويدز اللي في البلد وبالتالي تكفر السيركيوليشن بتاعت البيبي. طيب لما بنزود الفلويدز بتاعت البلد ريلاتيفلي الكونسنتريشن بتاع الهيموجلوبين بيقل، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها هيموديليوشنال انيميا. يعني الست لو جت بريجننت وعندها هيموجلوبين 11 دي عندها فيسيولوجيكال هيموديليوشنال انيميا، لكن لو ست مش بريجننت والهيموجلوبين بتاعها 11 ده معناها لو ست مش بريجننت والهيموجلوبين 11 يبقى هي انيميك خلاص. طب لو هي بريجننت والهيموجلوبين قل عن 11 جرام ده معناها ان هي بقت انيميك كده، عدت مرحله الفيسيولوجيكال هيموديليوشنال انيميا. طيب is the nutrient for which requirement cannot be met by diet alone. مش هقدر اعتمد برضو على الايرن بالدايت لوحده. WHO recommend to supplement 30 ل 40 30 ل 60 مللي جرام فيروس ايرن in second and third trimester to prevent maternal anemia. Purpura sepsis and low birth weight and preterm birth. Some iron transfers to fetus stored in the liver for use during the first 4 to 6 months. الايرن اللي الطفل بياخده ده بياخد جزء منه بيحوله بيعمل له ستور في الليفر عشان يستخدمه في الفتره اللي هي من اول اربعه او ست شهور من عمره، لان احنا في اول اربعه ست شهور من العمر البيبي ده بنعمل اكسكلوسيف بريس فيدنج. اكسكلوسيف بريس فيدنج ده يعني بنقول للست ما تاكلش منها اي حاجه خالص غير الميلك بريس ميلك، حتى ما فيش ميه الا لو في بروبلم يعني او في فيفر او كده، والدكتور ريكومند ان هي تدي له ميه خارجيه لان اصلا الميلك عنده كميه ميه عاليه جدا. طيب
ايه بقى الجود سورس اوف ايرون؟ لو انا عايزه ادي نيوتريشنال ايدوكيشن للبريجننت فيميل ان هي تاكل حاجات ريتش ان ايرون، عندي الريد ميت، عندي الليفر والجرين ليفي فيجيتابلز والفورتيفايد بريكفاست سيريالز. ونخلي بالنا ان طبعا السورس بتاع الايرون اللي جاي من انيمال سورس ده البايو افيلابيلتي بتاعته والابزربابيلتي بتاعته افضل من اللي جاي من البلانت سورس. طيب لو الست اصلا مستوى السوشيو ايكونوميك ليفل بتاعها مش هيسمح لها ان هي تجيب اللحوم او الكبده او الحاجات الانيمال سورس، ممكن ننصح بيه البلانت سورس، بس هننصح ان هي تزود الابزربابيلتي بتاعتها عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بحط فيتامين سي، سواء بقى بديها فيتامين سي مع الاكل او بنقول لها تعصر ليمونه على السلطه الخضراء، هتزود الابزوربابيلتي بتاعت الايرون اللي جاي من البلانت سورس، او ممكن تشرب كوبايه عصير برتقال مثلا مع الاكل بس من غير سكر، عشان برضو انا مش عايزه ادي سكريات كتير during pregnancy. ده هيزود البايو افيلابيلتي والابزوربابيلتي بتاعت الايرون اللي جاي من البلانت سورس. فيتامين دي، فيتامين دي has positive effect on calcium balance during pregnancy and is involved in neonatal calcium homeostasis. فيتامين دي and calcium are needed for strong bones and teeth. محتاجين قد ايه؟ 10 microgram of vitamin D per day is recommended to reduce neonatal hypocalcemia and small for gestational age. Small for gestational age ده ان البيبي ينزل حجمه اقل من عمره اللي هو الجستيشنال ايدج بتاعه يعني. طيب excess vitamin D lead to infant hypercalcemia, renal acidosis and arteriosclerosis. برضو انا مش عايزه ادي excess vitamin D لان ليها side effect، لان فيتامين D ده هو fat soluble vitamin، وزي ما حضراتكم خدتوا في البيزك نيوتريشن ان الحاجات الفات soluble vitamin ما اقدرش اديها بكميات كبيره لان هتعمل لي toxicity. deficiency of vitamin D can cause birth defects. Calcium, an additional 300 milligram per day of calcium is recommended for women during pregnancy. If maternal intake of calcium is low, stores of calcium will be low to satisfy the fetal needs. يبقى مهم زي ما احنا قلنا اللي هو during before during و after pregnancy. الحته بتاعت الافتر بريجنانسي ديت اللي هي الانتر بريجنانسي بيريد، ان انا بعمل فيها ببني فيها الستورز اللي استهلكت في الحمل الاولاني. Frequent unspaced pregnancies contribute to osteomalacia and osteoporosis. The fetus acquires most of his or her calcium in last trimester of pregnancy where the skeletal growth is maximum and teeth are being formed. طيب ايه بقى الجود سورس للكالسيوم والفيتامين دي؟ انصح او ادي نيوتريشنال ايدوكيشن للبريجننت فيميل ان هي تاكل ايه او تشرب ايه؟ الميلك and other dairy products اللي هي بقى الزبادي والجبن، الحاجات اللي هي منتجات الالبان، عندي جرين ليفي فيجيتابلز الفلفل الرومي والخضار، الفروتس درايد فروتس ساتش از ريزن والابريكوتس والديس، الحاجات بتاعت رمضان بقى اللي هو التين والقراصيا والبلح، دي بتبقى غنيه في الكالسيوم والفيتامين دي، وعندي الاجز طبعا والسيرتين فيش ويتش ايتن از هول انكلودنج البون زي السردين، وكمان في السلمون والفريش تونه، كل الحاجات دي ده سورس غني بالفيتامين دي والكالسيوم. Regarding vitamin A and carotene, vitamin A and carotene in the presence of good dietary intake, no need for supplementation. يبقى مهم جدا تعرف ان انا ما بديش للست pregnant vitamin A خالص during pregnancy لان هو teratogenic، هيعمل لي problem للفيتاس بتاعتها. هيؤدي الى ايه؟ congenital renal anomalies, multiple malformation in the CNS and arrested bone growth. يبقى انا مش هدي فيتامين A ولا كاروتين during pregnancy لان هو تراتوجينيك. طيب هنصحها تاكل فيتامين A ريتش دايت منين؟ هقول لها الحاجات اللي ريتش في فيتامين A والكاروتين، برضو هنرجع للبيزك نيوتريشن، عند الليفر والايج يولك والهول ميلك والتشيز وان فيش، ونخلي بالنا ان فيتامين A ده فات سوليبل فيتامين. كاروتين اللي هو البرو فيتامين اللي هو بجيبه منين؟ من الكالرد فيجيتابلز اند فروتس. يبقى انا هنصحها تاكل الحاجات ديت علشان فيها دي جود سورس اوف فيتامين اي، بس انا مش هدي سبلمنتيشن للفيتامين اي ديورينج بريجنس. طيب ريجاردنج البروتين، ريكومندد دايتري الاونس از 0.6 تو 0.8 جرام بير كي جي، ده الريكويرمنت اللي هو الريكومندد دايتري الاونس للادلت في الايدج ده، للادلت في الايدج ده. طب انا هضيف عليها ايه لو هي جت get pregnant؟ هضيف عليها 14 ل 25 جرام بير دي، هزود عليها التوتال الزياده 14 ل 25 جرام بير دي، مش جرام بير كي جي بير دي، لا هي 14 ل 25 جرام كلها على بعضها دي زياده بير دي.
بروتين فروم انيمال سورس، طبعا افضل بروتين من انيمال سورس زي ما حضراتكم خدتوا عشان الاسينشال امينو اسيد. طيب هي لو الست السوشيال ايكونوميك ليفل بتاعها مش هيسمح لها ان احنا تجيب انيمال سورس، هننصح بالسبلمنتري اكشن اوف بلانت بروتين اللي خدتوه في البيزك نيوتريشن، اللي هي تعمل ميكتشرز للبلانت بروتين عشان تكفر الامينو اسيدز اللي موجوده هنا وهنا، تكفر الديفيشنسي في الاليمنتس الدايتري اليمنتس المختلفه. وكان اشهر حاجه بنقول عليها هو الكشري، طبق الكشري يعني. طيب بروتين ديفيشنسي اوف ماذر ليد تو لو بيرث ويت بيبي، لو الام عندها ديفيشنسي في البروتين هتجيب لي لو بيرث ويت بيبي. طيب ريجاردنج الانرجي فيرست تريمستر سيم از نون بريجننت، يبقى انا مش محتاجه ازود الانرجي في الفيرست تريمستر. السكند والثيرد تريمستر اكسترا الاونس ار ريكوايرد 2200 كيلو كالوري، ده النورمال ريكوايرمنت للادلت. هضيف عليهم قد ايه؟ هضيف عليهم 300 كيلو كالوري بير دي، يبقى ده الاكسترا الاونس اللي ازوده للبريجننت فيميل، ازود لها 300 كيلو كالوري بير دي. طب ليه الزياده ديت؟ علشان بيقول لك ان الست وهي بريجننت بيحصل انكريز في البيزن ميتابوليك ريت بتاعها، علشان في بيبي عنده سيركليشن وعنده ميتابوليزم وكل الكلام دوت بيزود البيزن ميتابوليك ريزم البيزن ميتابوليك ريت بتاع المذر، وبالتالي محتاجه ان انا اكفر الكلام ده بان انا ازود لها الانرجي. طبعا الاماونت والكميه بتعتمد على الاكتيفيتي بتاعت الفيميل، والدكتور بقى يقدر يقيم الكلام دوت. يعني لو في بعض الناس لما بتجيت بريجننت بتقعد في البيت ما بتتحركش، تقعد على السرير وجوزها يجيب لها الاكل وحماتها تجيب لها الاكل وكده ومامتها تجيب لها الاكل، ما تتحركيش ما تنزليش، فاكيد دي مش هتبقى محتاجه اكسترا انرجي بالقدر اللي محتاجاه واحده بتنزل هي حامل وبتنزل وبتروح الشغل وبتركب الاتوبيس وبتجري على الاتوبيس وبتطلع السلم وبتنزل السلم. لكن الافرج بتاعنا هم 300 كيلو كالوري زياده على الايه الريكومندد فور ادلت، ريكومندد كالوريك انتيك فور ادلت. طيب وات اباوت الزنك؟ الزنك زي ما حضراتكم خدتوا في البيزك نيوتريشن مهم جدا في الدي ان اي والار ان اي سينثيسز، مهم في السكس اورجان ديفلوبمنت اند ماتوريشن، مهم في الاستورج والريليز والفانكشن بتاعت الانسولين، علشان كده بيحبوا يدوا الناس الدايابيتكس، بيشتغل كانتي اوكسيدنت وانتي بكتيريال اكتيفيتي اوف امنيوتيك فلويد، ليه افكت انتي بكتيريال وانتي اوكسيدنت في الامنيوتيك فلويد، يوتراين كونتراكتيليتي اند انيشيشن اوف ليبر، وليه دور في اليوتراين كونتراكتيليتي والانيشيشن اوف ليبر. طب الديفيشنسي بتاعته هيحصل منها ايه؟ بور بريجننسي اوت كوم اند مال فورميشن. هجيب الزنك منين؟ من الميت والبولتري والفيش والايجز والدراي بينز اند نتس. يوجوالي كنا بنريكومند يعني النقص دي للبريجننت فيميل عشان بيبقى فيها زنك عالي يعني، بس لو الدنيا يعني النقص سعرها غالي على البيشنت بتاعتك الكلاينت بتاعتك فممكن تديها الفول السوداني والاجز طبعا متوفره الحمد لله والدراي بينز. طيب اذرز زي الفيتامين سي بندي 10 ميلي جرام بير دي، الديفيشنس بتاعته بتعمل حاجه اسمها بريماتور رابتشر اوف ميمبرين. يعني ايه بريماتور رابتشر اوف ميمبرين؟ يعني الميمبرز اللي حوالين البيبي اللي هو فيها الساك اللي شايل البيبي وبيبقى جواه ميه والبيبي بيتحرك جواها، ده لو حصل له بريماتور رابتشر قبل ميعاد الولاده بيبقى مشكله كبيره، لان هو ممكن يعمل اسندنج انفكشن للبيبي، فاللي بيحصل لهم كده بيتحجزوا بقى في مستشفى في تحت رعايه مركزه يعني. طيب ممكن يعمل ايه كمان؟ يعمل بري اكلامسيا اند انكريز نيو بورن مورتاليتي. طبعا لو انا هنصح الست تاكل حاجات ريتش في الفيتامين سي هقول لها تاكل ايه؟ الفروتس بقى زي السيتروس فروتس والجوافه، الخضار زي الفلفل جرين ليفي فيجيتابلز. مهم قوي ان فيتامين سي ده برده بيبقى ان ستيبل، تعرضه للحراره بيفقدوا القيمه بتاعته يعني. طب الايودين اسينشال فور ثايروكسين هرمون فورميشن، مهم كده للثايرويد هرمون. السورس بتاعه ايه؟ السي فودز والاسبانيش. ايودايز سولت دلوقتي باي لو، كل السولت اللي موجود في السوق المفروض ان هو يبقى محطوط عليه ايودين، فبس الفكره في الكلام ده ان الايودين اللي محطوط على السولت لو هو اتحط على النار يعني وهي ست بتعمل الاكل وحطت الايودين الهيت بتاثر عليه فبتعمل له ان اكتيفيشن،
فمهم قوي ان انا انصح برضو الست لما تيجي تحط الملح علشان نحتفظ باليود اللي موجود جواه، ان هي ما تحطروش وهو الاكل على النار، المفروض تبقى بعد ما الاكل يبرد تبدا تحط الملح عليه. طب لو في deficiency of iodine during pregnancy هينتج عنه كريتينيزم and delayed cognitive function. الايودين احنا قلنا هو مهم جدا للفورميشن بتاع السيروكسين هرمون، وبيبقى موجود في السي فودز والاسبانيش والايودايز سولت، ومهم قوي ان احنا ننصح ان ما يتحطش الملح على النار علشان ما نفقدش قيمه الايودين اللي متضاف عليه. الديفيشنس بتاعته هيعمل كريتينيزم وديلي كوجنيتيف فانكشن. طيب التريس اليمنتس بقى زي الكوبر والكروميوم والمنجنيز والبوتاسيوم والفلورين والصوديوم play a major role in proper balance and chemical reaction of the body، ودول انا مش بعمل لهم supplementation، انا بس بتاكل لما بتاكل good diets او healthy diets في الكومبوننت الرئيسيه بتاعتي بيبقى دول covered معاهم. no alcohol and limited caffeine protect the infant from fetal alcoholic syndrome and other birth defect. يبقى انا هنصح الست مفيش alcohol during pregnancy و limited caffeine intake، لان الهاي كافيين انتيك لينك تو لو بيرث ويت اند سبونتينيوس فيتال ديث. ساعات كده بتبقى الست البريجننت بيحصل سبونتينيوس فيتال ديث وتبقى مش عارفه من ايه، ساعات بيبقى السبب بتاعها هي ان هي بتشرب كافيين كتير. وخلي بالنا ان الكافيين مش موجود بس في القهوه، هو موجود في الكولا وموجود في الشاي وموجود في بعض الشوكليتس، يعني نخلي بالنا ان احنا ننصح الست البريجننت ان هي تقلل على قد ما تقدر الكافيين اللي بتاخده ديورينج بريجننس. weight gain and the caloric intake. The pattern of weight gain during pregnancy is more important than the total amount of weight gain. The pattern بتاعها احنا اتفقنا ان احنا في اول شهر اول ثلاث اشهر هو الفيرست ترايمستر مش محتاجين اكسترا انرجي، بتبقى الزياده بتحصل في السكند والثيرد ترايمستر. impact of malnutrition during pregnancy. احنا المالنيوتريشن دي ممكن تكون اندر نيوتريشن ممكن تكون اوفر نيوتريشن هي الاوبيستي. طب ايه الامباكت بتاع المال نيوتريشن ان ذا فورم اوف اندر نيوتريشن؟ هيبقى في امباكت على البريجننت فيميل وامباكت على البيبي. طب امباكت على البريجننت فيميل هيكون في ايه؟ جنرال امبيرمنت اوف هيلث، صحتها مش كويسه، تعبانه على طول، مجهده على طول. نيوتريشنال ديفيشنسي ديزيز سبيشالي ايرون ديفيشنسي انيميا، ماكروسيتيك انيميا اللي هي فيتامين بي 12 ديفيشنسي، واوستيوماليشيا اند تيتاني. طب ايه الامباكت على الفيتوس؟ مور انسلنس اوف لو بيس ويت بيبي، tendency to premature onset of labor and more risk of birth injuries, susceptibility to deficiency early in life especially iron deficiency anemia and rickets, congenital creatinism in goitrous area when iodine supplementation is not given during pregnancy. يبقى ده impact of malnutrition in the form of undernutrition on the baby and the pregnant mother. طب what is the impact of maternal obesity on mother and the pregnancy outcome, impact on the mother and impact on the pregnancy outcome. impact on the mother طبعا الاوبيستي هي ريسك فاكتور للهايبرتنشن والكورونري هارت والكانسر، ويعني هي بريسبوزن فاكتور لكرونيك ديزيز كتيره جدا. طيب لما يكون في obesity during pregnancy او الست obese يعني هيبقى في ريسك على المذر وريسك على البيبي. ريسك على المذر ان ممكن يحصل لها هايبرتنشن، و ممكن يكون الهايبرتنشن ده بري جيستيشنال قبل ما تبقى جيت بريجننت، هي داخله البريجننسي عندها هايبرتنشن، او يكون جيستيشنال اللي هو انديوسد باي بريجننسي وبيسموها بري اكلامسيا. بري اكلامسيا يعني ضغطها عالي ديورنج بريجننسي اللي هو تسمم الحمل. ممكن يتطور الموضوع وتخش في اكلامسيا اللي هي الكونفولجنس، ودي بتؤدي لوفاه الام او البيبي ممكن يعني. طيب دايابيتس ميليتس بري جيستيشنال او جيستيشنال، ممكن تبقى هي داخله البريجننسي اصلا هي دايابيتك، او تكون هي مش دايابيتك بس لما دخلت مرحله البريجننسي، لان زي ما قلت لكم البريجننسي ده دايابيتوجينيك لان هو بيطلع الهرمونز بتبقى انتي انسولين. فلو هي مثلا على البوردر لاين عندها فاميلي هيستوري اوف دايابيتس during pregnancy ممكن يحصل لها جيستيشنال
سوري يا جماعه، ممكن يحصل لها جيستيشنال دايابيتس. عاده اللي بيحصل لها جيستيشنال دايابيتس يعني الاكثريه منهم بتكمل دايابيتك بعد كده، وفي منهم بيرجعوا تاني للايه، للبوردر لاين بتاعهم. other potential outcomes are miscarriage اللي هي الابورشن، thromb embolic complication، complication with anesthesia. طبعا الناس اللي عندهم اوبيس دول بيبقى عندهم complication كتيره في اثناء التخدير. increase the risk of cesarean section labor و preterm delivery. طب what is the impact of obesity during pregnancy على pregnancy outcome؟ increase the risk of fetal birth defect. ماكروسوميا، ماكروسوميا دي يعني البيبي نازل حجمه كبير، ويوجوالي ده بيحصل في الناس اللي هم الدايابيتكس. بيبقى وزن البيبي كبير ممكن يوصل لخمسة كيلو كده. والاطفال دي عاده بتموت او لما بيحصل لها كومبليكيشن ممكن تموت من الهايبوجلايسيميا. ليه؟ لان هم بيبقوا متعودين جوه على الليفل عالي من الجلوكوز، فاول ما بينزلوا بيبقى عندهم هايبوجلايسيميا. فالمفروض ان هم بيبقى في دكتور اطفال بياخدهم على طول على الرعايه، وبيبدا يمانج الموضوع ده ويقيس لهم الجلوكوز كل ساعه، ويديهم يدوهم جلوكوز ويقيس لهم البلاد شوجر كل ساعه. ممكن يحصل ستيل بيرس، ممكن يحصل ايرلي نيونيتال ديس. طيب كده خلصنا النيوتريشن ديورنج بريجنسي، هنتكلم بقى عن نيوتريشن ديورنج لاكتيشن. خلاص الست خلفت، هنشوف بقى هنمشي معاها في النيوتريشن ازاي ديورنج لاكتيشن. طيب it has been calculated that breast feeding carries an extra daily energy cost of 500 كيلو كالوري. فاكرين كنا الاكسترا انرجي بير داي فور بريجنسي كانت كام؟ بالظبط كده 300 كيلو كالوري. فشايفين الانرجي ريكويرمنت ديورنج لاكتيشن اعلى من الانرجي ريكويرمنت ديورنج بريجنسي، لان عمليه تكوين اللبن بتاخد بتستهلك انرجي عاليه. طيب ان اديشنال نيدز فور بروتين محتاجه اكسترا قد ايه؟ 25 ل 40 جرام بير داي. فاكرين البريجنانس كان بيحتاج قد ايه؟ من 14 ل 25. يبقى برضو البروتين ريكويرمنت ديورنج لاكتيشن اعلى من ديورنج بريجنانس. اسينشال فيتامين اند مينرال شود بي اولسو ميت. اديشنال ريكويرمنت اوف كالسيوم ار بارتيكولاري هاي 1200 مللي جرام، علشان طبعا احسن الكالسيوم بتاع الملك وابني الستور اللي هي قلت during pregnancy. iron needs are not significantly increased، لان زي ما اتفقنا ان البريست ميلك ممكن يكون deficient في الايرن، بس البايو افيلابيلتي والابزوربيلتي بتاعت الايرن الموجوده في البريست ميلك عاليه، فبيمتص معظم الايرن اللي فيها. وفي نفس الوقت ان البيبي عامل ستور اصلا للايرن في الليفر بيستهلكه في الفتره من 4 لـ6 شهور الاولانيين من حياته. Dietary intake doesn't affect the macronutrient content of the milk. The level of most nutrient in the milk such as the calcium and phosphorus and folate are maintained as the expense of the maternal store. However, the level of vitamin A and D will be 12 in addition to iodine and the selenium in milk are affected by sustained maternal undernutrition. طب what are the dietary advices during lactation؟ ننصح الست اللي بترضع دي بايه؟ eat a well balanced diet زي ما اتفقنا، اللي هو فيه ثلاثه components بتاعت الدايت: energy yielding, body building and vitality group. هتركز على الفروت والفيجيتابلز consumption عشان الفيتامينز والمينرال اللي فيهم. هتركز على الدايت هاي ان كالسيوم والفيتامين دي، عشان طبعا الطفل ده محتاج في المرحله دي كالسيوم وفيتامين دي عشان بقى تكوين السنان وتكوين العظم والجروث بتاعه. Avoid excessive fatigue and keep well hydrated. بيقول لك ان ال well hydration مهمه قوي للاكتيتنج فيميل، لان على حسب كميه الميه اللي بتشربها ده بيزود كميه الملك، فمهم جدا جدا هي تشرب ميه كتير. Reduce consumption of foods high in fats and simple sugars. على القليل على قد ما نقدر، لان غالبا هم بيبقوا طالعين من البريجننسي عندهم اوفر ويت او يعني زياده جامده في الويت، فمش عايزين نزود بقى الفات ومش عايزين نزود السمبل شوجرز. An exercise regimen consisting of 45 minutes of moderate activity 4 days per week in combination with an extra 500 kilocalorie per day diet deficit has been shown to promote postpartum weight loss. لو هي زادت جامد قوي during pregnancy وعايزه اعمل لها control الويت بتاعها، فبخليها تلعب رياضه، وممكن اعمل 500 kilocalorie deficit للكالوريك intake بتاعتها during lactation. بس لو هي وزن النورمال، الزياده النورمال اللي المفروض كانت تزيدها ديورنج بريجنانسي، خلاص انا مش محتاجه اعمل 500 كيلو كالوري ديفيسيت دي، هي بس يعني تلعب رياضه وتاكل اكل كويس. طيب impact of malnutrition during lactation.
تقريبا نفس الكلام زي بتاعت بالظبط الامباكت اوف مانيتريشن ديورينج بريجنانسي، امباكت اون لاكتيتنج ماذر وامباكت اون نيرسد بيبي. امباكت اون لاكتيتنج ماذر، ماذر از اكسبوز تو ذا سيم هازاردز اوف مانيتريشن اوف ذا بريجنانت. نيوتريشنال ديفيشنسي ديزيز سبيشالي ايرن ديفيشنسي انيميا ماكروسيتيك انيميا اوستيوماليشيا تيتري. طب امباكت اون نيرسد بيبي، Composition of breast milk is unique and not influenced by maternal malnutrition except with severe advanced deficiency. ودي طبعا نعمة كبيرة من ربنا. طيب احنا كده خلصنا النيوتريشن during lactation. انا مش عارفة هو انتوا مش يعني المايك بتاعكم اتفتح ولا ما اتفتحش ولا ايه، هل ممكن يعني تتكلموا تسألوا لو عندكم اسئلة في الحتة اللي فاتت البريجنانسي واللاكتيشن؟ هل كده المايك بتاعكو unmuted ولا برضو مقفول؟ ممكن يا جماعة تكتبوا لو حد يرد بس عليا. حد كاتب ان هو ممكن نشرح بالراحه شويه. هحاول اقرا الحاجات اللي انتوا كاتبينها. اللي عنده سؤال، طب لو انتوا مش عارفين تفتحوا المايك، اللي عنده سؤال في نيوتريشن ديورنج بريجنانسي ونيوتريشن ديورنج لاكتيشن يبعت يكتب. انا بدات اشوف الحاجات اللي انتوا بتكتبوها اهيت. عشان يمتص الحديد بي 12 ما اعطيها، مش فاهمه السؤال المكتوب. عشان يمتص الحديد بي 12 انا قلت عشان يحسن امتصاص الحديد المفروض بنحط عليه فيتامين سي. لو انا باخد المصدر بتاع الحديد بتاعي باخده من الجرين ليفي فيجيتابلز. فبنصح الست وهي بتاكل السلطه بدل ما تحط خل تحط عصير ليمون، عشان الفيتامين سي هيحسن الابزوربابيلتي بتاعت الفيتامين سي اللي موجوده في الايه في الجرين ليفي فيجيتابلز اللي موجوده في طبق السلطه. تمام، انا كنتوا كاتبين ان انتوا ما عندكوش مايك، فمعلش هنحاول برضو نشوف الموضوع ده او نطلب يبقى فيه مايك علشان يبقى فيه يبقى انتر اكشن بينا، هيبقى افضل كتير ان شاء الله. يعني طيب ممكن لو حد عنده اي سؤال في المحاضره اللي فاتت دي يبقى يكتبه علشان ارد عليه قبل ما نخش في الالدرلي. طب حد وقع منه حته معينه اعيدها له تاني في pregnancy و lactation. طيب خلينا طب نكمل بقى المحاضره، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه لي، انا شايفه الشات بتاعكم. Nutrition for elderly ده واحدة، ده الـ age group ده واحد من الـ nutritional vulnerable groups. تعالوا كده نشوف. Elderly are vulnerable to many health problems including malnutrition. Elderly people have special nutritional needs. طالما عندهم special nutritional needs وده في يعني لو انا ما غطيتش الفسيولوجيكال نيدز بتاعتهم ده هيحصل لهم malnutrition زي ما اتفقنا من اول المحاضره. طب تعالوا كده نشوف ايه predisposing factor ليه الالدرلي دول vulnerable group للmalnutrition. ايه predisposing factors؟ طبعا ممكن يجي سؤال ريتم برضه. impaired physiological function with aging including digestion والabsorption والmetabolism. طبعا الايدجنج اللي بيحصل ده بيأفكت كل خلايا الجسم، فبيأفكت الدايجستيف سيستم والابزوربشن والميتابوليزم، فبيبدا يبقى عنده شويه مال ابزوربشن على شويه مال دايجيشن، الميتابوليزم بقى فيها مشكله، فكل الحاجات دي تاثر على النيوتريشنال ستاتس بتاعته.
طيب والمشكله برضو الكبيره المشهوره قوي لو حد عنده تيتا او جده في البيت، اللي هو الاسنان، طقم السنان بيقع، طقم السنان بيوجعني، مش عارف يمضغ الاكل، وبالتالي لو الاكل ما اتمضغش كويس هينزل، هيبقى فيه مال ابزوربشن ومال دايجيشن، فدي من البري سبوزنج فاكتور ان هو يؤدي الى المال نيوتريشن ديورنج elderly. طب كرونيك ديزيز may be associated with anorexia، عادة الايدج الالدرلي دول بيبقى عندهم كرونيك ديزيز بقى، هايبرتنشن، دايابيتس، كانسر، اي حاجه من الكرونيك ديزيز دي يوجوالي تبقى associated with anorexia، especially طبعا لو بياخد لها علاج وادويه والادويه عامله له سايد افكت انوريكسيا او ديكريز الابيتايت او جاسترو انترايتس، اي سايد افكت من الادويه كتير اللي بياخدوها، فبتعمل لهم يوجوالي انوريكسيا وديكريز ابيتايت. طيب psychological disturbance may be associated with anorexia and neglecting or refusing food. ال age group ده بيبقى متعرض شويه لل psychological disturbance، لان هم خلاص بعد ما كان بابا وماما هم الكل في الكل، هم اللي متحكمين في كل حاجه، لما بيكبروا ولادهم بيتجوزوا بيبقوا خلاص بيبقوا حاسين ان هم اهميتهم قلت شويه، الناس مش مهتمه بيهم، ولادهم مش مهتمين بيهم، فبيبقى عندهم ممكن يبقى سايبينهم مثلا مسافرين، بيجوا لهم كل فتره بعيده، فبيبقى عندهم psychological disturbance. usually psychological disturbance دي بتاثر على النيوتريشنال ستيت، ف تعمل لهم انوريكسيا، تعمل لهم ديكريز الابيتايت، يبقوا مش عايزين ياكلوا، فالحاجات دي كلها بريز بوزنج فاكتور ان هم يحصل لهم مال نيوتريشن. برضو حته الوحده، ان هم ممكن يبقى قاعدين لوحديهم مش قادرين يقوموا يعملوا اكل، مش عارفين يعملوا اكل هيلسي، فبالتالي ده هياثر على النيوتريشن بتاعته. برضو الايكونومكس بروبلمز، الناس دي غالبا بتبقى طلعت على المعاش، لو هو كان متعود على مستوى معين بيجيب اكل بطريقه معينه، عنده امكانيه يجيب اكل اللي هو الهيلث فود او يجيب الحاجات اللي هي البروتين انيمال والليفر والكلام ده، بعد ما بيطلع على المعاش بيبقى عليه غالبا ممكن يكون الموضوع عنده ايكونوميك بروبلمز، فمش قادر يشتري الدايتس او الهيلث دايت يعني، او الهاي نيوتريشنال فاليو دايت. طيب nutrition of elderly aims at، لو انا دلوقتي بفكر بقى ايه الايم بتاعي وانا بعمل planning للنيوتريشن للناس الالدرلي اللي هو تيتا وجده مثلا في البيت، المفروض وانا بعمل لهم planning ان انا اكلهم كويس، يبقى حاطه في دماغي ايه الايمز بتاعتي، satisfy the physiological needs، يبقى لازم اغطي physiological needs بتاعتهم، تمام، اللي هي اصلا هتبقى زياده في المرحله دي عشان هم عندهم يعني كاتابوليزم، هم في مرحله كاتابوليزم دلوقتي خلاص، وايدجنج للخلايا. ايه تاني؟ maintaining the function of the body, protection from malnutrition, preventing some disease زي الاوستيوبروزيس، هقلل السيفيريتي بتاعت الديزيز and improving the management of existing disease. زي ما اتفقنا يوجوالي بيبقى عندهم كرونيك ديزيز اسوشيتد بقى، فحاول اقلل السيفيريتي بتاعتها، يعني هو لو عنده هايبرتنشن هقلل الملح في الاكل، وفي دايت معين كده ان شاء الله لما تاخده نيوتريشن اند نون كوميونيكابل ديزيز، في دايتس بيتاخد للناس الهايبرتنسيف، فلو انا اتبعت الطريقه دي هقلل السيفيريتي بتاعت الايه البروبلم ديت عن طريق اللي هو الميديكال نيوتريشنال ثيرابي او بيسموها كلينيكال نيوتريشن. improve المانجمنت اوف اكزيستنج ديزيز بالاكل برضو، ان هو لو انا منعت اكل معين هو اللي بيزود السيفيريتي بتاعت الديزيز، مثلا الناس عندها جوت هقلل لها الحاجات اللي فيها اليوريك اسيد and so on. يبقى اذا بيسموها اللي هو ميديكال نيوتريشنال ثيرابي اللي هو كلينيكال نيوتريشن. طيب يبقى ده الايم بتاعي وانا بعمل نيوتريشن للالدرلي. طب ايه بقى الموست كومن نيوتريشنال ديس اوردرز امونج الالدرلي؟ برضو ده بيجي اسئله، وات ار ذا موست كومن نيوتريشنال ديس اوردر امونج الالدرلي؟ اول حاجه ديس اوردر اوف بادي ويت، بيبقى عندهم التو كاتيجوري، في ناس عندها ويستنج واندر ويت وفي ناس عندها اوبيستي. اللي عندها ويستنج واندر ويت دول يوجوالي بيبقوا مش قادرين ياكلوا، قاعدين لوحديهم، مش عارفين يعملوا الاكل، السايكولوجيكال ستيتس والوحده اللي هم حاسين بيها مأثره على الابيتايت بتاعتهم، ما لهمش نفس، مش عايزين ياكلوا. اول كاتيجوري الثانيه اللي هم عندهم اوبيستي، دي تو اوفر ايتنج اوف ريفايند اند ايزلي بريبيرد كاربوهيدرات فودز، هم قاعدين مش قادرين يتحركوا، ما فيش حد بيطبخ لهم، فبيضطروا يلجأوا ان هم ياكلوا الحاجات اللي هو ريفايند شوجر بقى، الباتيهات والكرواسون والفينو والحاجات اللي هي الكربوهيدرات الكتيره، مكرونه، بطاطس محمره، الحاجات اللي هي سهله تبقى بي بريبيرد، فبالتالي بتزود الريسك اوف اوبيستي، بالاضافه ان هم اصلا حركتهم بتبقى قلت ونظامهم ولعب الرياضه والكلام ده بيبقى اقل، فبالتالي بيعرضوا ان هم يبقى عندهم اوبيستي. يبقى انا في المال نيوتريشن او نيوتريشنال ديس اوردر امونج الالدرلي عندي التو كاتيجوري، في ناس عندها ويستنج وفي ناس عندها اوبيستي. طيب ايه تاني نيوتريشنال ديس اوردر كومن امونج الالدرلي؟ طبعا الانيميا وعند اذر نيوتريشنال ديفيشنس، انيميا زي برضو الايرن ديفيشنس انيميا والماكروسيتيك عند اذر نيوتريشنال ديفيشنسز.
في برضو عندهم اوستيوماليشن سام تايم اوستيوبروزس، ويوجوالي بتبقى اكتر في الفيميل عشان الايه اللي هو ريبيتد ان سبيس بريجننس. طيب ازاي بقى هعمل بريفنشن اوف نيوتريشنال ديس اوردر؟ ازاي بقى اعمل بريفنشن للنيوتريشنال ديس اوردر امونج الالدرلي؟ ده برضو ممكن يجي سؤال. نيوتريشنال ايدوكيشن اباوت، يبقى اول حاجه هبدا اديهم نيوتريشنال ايدوكيشن اباوت فودز اوف هاي بايولوجيكال فاليو that are easily prepared and consumed زي الايه الملك التشيز اليوغرت، الحاجات دي هيشتروها مش هيتعبوا في تجهيزها يعني. البطاطس البوريه السمك لان هو بيبقى سهل شويه في الهضم بتاعه، فراخ ومضروبه في الخلاط، لحمه ومضروبه مضروبه جامد او كده، عشان هم عندهم اصلا ايدجنج في الـ في الـ في الدايجستيف سيستم، فكل ما اديهم الحاجات مضروبه او مهروسه او كده فبتسهل شويه الدايجشن والابزوربشن عليهم. adequate intake of protein calcium and iron مهم جدا، دي كلها health education، اقول لهم ياكلوا بروتين منين والكالسيوم ياخدوه منين والايرون، الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي بتاع البيزك نيوتريشن. increase intake of dietary fibers، بس خلي بالك لو انت نصحت الالدر ان هو ياكل فايبرز كتير لازم تاكد عليه ان هو يشرب ميه كتير، لان فايبرز كتير من غير ميه هتعمل له constipation، وكونستبيشن في الايدج ده هتدخله في بايلز وعمليات وهو اصلا ايه مش مستحمل يعني. فمهم قوي تاكد عليه ان اتليست يبقى 2 لتر، يبقى هو محضرهم او مسها من النوم يحضرهم ويتاكد ان هو خلصهم قبل ما ينام، لان برضو الناس الكبار ممكن تنسى تشرب، ممكن تنسى تاكل، ممكن يبقى عندهم ديمنشيا، ممكن يعني بتبقى عندهم تغيرات فيسيولوجيه مع الايدجنج، فلازم وانا ببص من ناحيه النيوتريشن ابقى عامله حسابي في الحاجات دي، وانا بعمل له هيلث اديوكيشن يبقى بدي له هيلث اديوكيشن على الموست كومن بروبلم اللي بتحصل لهم. تمام؟ طيب eat from a family food with modification as necessary، يفضل طبعا يبقى بياكل مع الفاميلي، يعني بياكل من الاكل بتاعهم بس يبقى فيه شويه موديفيكيشن، واحد عنده هايبرتنشن هقلل الملح. خلاص يبقى واحد مثلا دايبيتكس هكنترول حته الشوجر والكربوهيدرات الاكسس في الدايت. هاف ا كومباني ات ذا تايم اوف ايتنج، بيفضل طبعا ياكلوا مع بعضهم، يعني كل ما يكون في مجموعه بتاكل مع بعضها بيبقى نفسه للاكل احسن، ويعني يبقى دي بتحسن الابيتايت بتاعتهم قوي، غير ان هو قاعد لوحده وانا حاطه له الاكل لوحده في الاوضه وبحط له صينيه الاكل وهو ياكل لوحده، وانت ليك اكل مخصوص علشان انت إلدرلي فما ينفعش تاكل معانا، فالحاجات دي بتعمل اصلا سايكولوجيكال تروما اصلا، فياكل مع الاكل بتاع العيله بس هنقلل يعني الطبق بتاعه اللي هيتحط له يبقى اقل ملح، اقل الحاجات اللي هي لو هو عنده بروبلم من حاجه منها، فانا ببدا اعمل لها موديفيكيشن اكوردنج للبروبلم بتاعته، بس بيقعد ياكل مع الفاميلي لو في فاميلي معاه او اصحابه او كده، دي بتفتح نفسهم على الاكل اكتر. choose suitable soft and easy to swallow food، ما اجي اختار الاكل بتاعهم اختار الحاجات السوفت، لان هو زي ما قلت لكم usually بيبقى عندهم مشكله في الاسنان، والحاجات اللي ايزي ان هم يبلعوها، والحاجات اللي ايزي ان يحصل لها digestion، يبقى كل الكلام ده انا ببدا اديله health education عليه. make food appetizing، مهم قوي برضو ان انت وانت بتاكله تديله الحاجه اللي هو بيحبها بس تكون healthy، وطريقه عرض الاكل وطريقه تقديم الاكل تبقى حاجه يعني بتفتح النفس على الاكل، مش اللي هو عشان elderly هضرب له كله في الخلاط واحطه في علبه واقول له يلا كل، طبعا مش هياكل، فلازم نراعي الحته النفسيه بتاعت السايكولوجيكال ستيتس بتاعتهم لان بتاثر جدا على النيوتريشن، يبقى احط الاكل بطريقه ابيتايزنج بحاجه بيحبها بحيث ان انا افتح نفسه ان هو ياكل كويس وما يحسش ان هو خلاص كبر وان هو المفروض ياكل اي اكل وخلاص يعني، او اي الاكل المضروب في الخلاط اللي هو طعمه وحش اللي هو ما بيحبوش فمجبر ياكله مش هياكله وهيخش في نيوتريشن. فنحاول على قد ما نقدر ننصح الشخص ده او الناس القائمين على خدمته بنته ابنه اللي بيحضروا له الاكل ان هو يبقى اكل يبقى ابيتايزنج بالنسبه له ويكون متقدم بطريقه كويسه عشان ايه يفتح نفسه على الاكل يعني. طيب ايت ريجولر سمول اند فريكوينت ميل، يفضل طبعا ان انا ما ادهمش وجبه ما ياكلش مثلا في اليوم وجبتين كبار وتقال، لا احسن ياكل وجبات كتيره وفيها سمول اماونت عشان يبقاش متقل على المعده يبقى الدايجشن ماشي كويس والابزوربشن افضل، فممكن مثلا ياخد 6 وجبات في اليوم بس كل واحده منهم سمول، او ياخد مثلا 5 3 رئيسيين و2 بريك، يبقى كده انا قللت كميه الضغط على الجي اي تي اللي هي اصلا ايدجنج وعندها مال ابزوربشن مال دايجشن. هاكد قوي على ايه لو انتيك اوف سولت، هقلل السولت قد ما اقدر لان طبعا مع الايدجنج بيزود الريسك اوف هايبرتنشن. ساتوريتد فات عشان الكورونري هارت ديزيز والاثيروسكلروزس، هقلل الريفايند شوجرز عشان الدايابيتس، هقلل الكالوري لو هو عنده ريسك اوف اوبيستي يعني، وهقلل الهاي كوليسترول كونتيننج فودز عشان برضو الاثيروسكلروزس والشرايين وامراض القلب وكده.
الحاجات اللي هي عاليه في الكوليسترول زي الايج يولك والفولك كريم ميلك والتشيز اند بيف. هو حاليا يعني كان في كده دراسات حديثه بتقول ان الايج يولك كان زمان بيقولوا ان هو غني قوي في الكوليسترول وبيعلي الكوليسترول. دلوقتي في كام دراسه كده اتعملت بتقول لا، يعني لو هو اصلا ما عندهوش مشكله في الكوليسترول فما فيش مشكله ان هو ياكل ايج يولك يعني. لكن اللي هم عندهم بقى فاميليال هايبر كوليستروليميا او عندهم مشكله في الكوليسترول اصلا يفضل طبعا ما ندهمش الكلام دوت. بس على قد ما نقدر نبقى نيوترال، يعني ندي كميه نيوترال، لا نزود قوي ولا نقلل قوي، لان احنا برضو الايدجن دول هم عندهم سبيشال نيدز، يعني هم عندهم ايدجنج في كل الخلايا بتاعت جسمهم يعني. طيب لو كالوريك انتيك اوف از ريكومندد فور بريفنشن اوف اوبيزيتي، والميديكال نيوتريشنال سيرب اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان هو عنده دايابيتس يبقى هديله النيوتريشن اللي هو هيساعده في علاجه بتاع الدايابيتس، عنده هايبرتنشن هديله النيوتريشن اللي بيساعد في علاج الهايبرتنشن وهكذا اكوردنج، عنده كانسر هديله النيوتريشن اللي بتساعد في علاج الكانسر. دي بيسموها ميديكال نيوتريشنال ثيرابي اللي هي الكلينيكال نيوتريشن. تمام. هعمل لهم دايت سبلمنتيشن، الناس الالدر اللي دول هعمل لهم سبلمنتيشن. بالمناسبه انا عايزه تبقوا عارفين ايه الفرق بين السبلمنتيشن والفورتيفيكيشن. فورتيفيكيشن انا بحط النيوترينتس على الدايت او الحاجه اللي احنا بناخدها، زي فورتيفيكيشن للملح بالايودين، فورتيفيكيشن للزبده بفيتامين دي مثلا. لكن سبلمنتيشن انا بديله الحاجات دايركت على طول، بديله السبلمنتس اللي بديها له دايركت، مش بحطها على الفود يعني. طب ايه بقى الدايت سبلمنتيشن اللي اعملها للناس الالدرلي؟ عندي الباودر ميلك، اف ايه اف ريجولار ليكويد ميلك سبلاي از نوت افيلبل. لو انت عندك ريجولار ليكويد ميلك سبلاي اللي هو الميلك الفريش ده افضل مليون مره. ليه افضل؟ لان الحاجات اللي هي بتقعد على الرف الست سبع شهور دي بيبقى حاطين فيها كميه مواد حافظه عاليه قوي، فيفضل لو انا في سورس للبن الفريش ما يكون ما فيهوش ريسك اوف انفكشن وانا عارف المصدر ده كويس نجيب منه، عشان ده مش هيبقى محطوط عليه المواد الحافظه الكتيره قوي اللي ممكن تاثر على الايه، على الكدني وعلى البودي بتاعنا يعني. طيب ما لقيتش بقى اللي هو الفريش ليكويد ميلك ده، هستخدم الباودر ميلك، وهم ساعات الباودر ميلك بيبقوا عاملينه فورتيفيكيشن بحاجات يعني، بالفيتامينز او بمينرال معينه يعني. طب سبلمنتري جيرياتريك فودز، بيبقى فيه ساعات كده اكل في الصيدليات بيبقى معمول للناس اللي هم الكبار في السن، بيحاولوا على قد ما يقدروا يعملوا بالانسد ريدلي دايجستبل ميكتشرز اوف بروتين فيتامينز اند مينرال، احتياجه اليومي من البروتين والفيتامين والمينرالز بيحطوها في صوره دايجستبل وسهله في الهضم والامتصاص، بحيث ان هو لو ما قدرش ياكل عنده مشكله يبقى انا غطيت له احتياجاته من البروتين والفيتامينز والمينرال اليوميه. طيب بولي فيتامينز اند مينرالز بريليشن preparation زي فيتامين بي 12 كالسيوم فيتامين دي ايرون فوليك اسيد اكوردنج للنيدز، شوف هو محتاج ايه او عنده ديفيشنسي في ايه فممكن نعمل له ايه سبلمنتيشن بالبولي فيتامينز او المينرال اكوردنج للنيدز. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل ريجولار هيلث ابريزل اسسمنت كل شويه لصحه الناس دي فور دايجنوزز اند تريتمنت اوف موربيديتي انكلودنج نيوتريشنال ديفيشنسي اند بريسبوزنج فاكتور، المفروض كل شويه اعمل لهم هيلث ابريزل عشان اشوف هم عندهم نيوتريشنال ديفيشنسي ايه البريسبوزنج فاكتور اللي عندهم، وبالتالي لو منعتها همنع ان هم يحصل لهم نيوتريشنال ديفيشنسيز. وهعمل ميديكال اند سوشيال كير، واتفقنا الميديكال كير ده عشان لو عنده كرونيك بروبلم خلاص هتاثر على النيوتريشن، كانسر دايابيتس جي اي تي بروبلم، كل الحاجات دي هتاثر على النيوتريشن بتاعتي. وهعمل لهم سوشيال كير عشان زي ما اتفقنا ان السايكولوجيكال ستاتس بتاعتهم بتفرق جدا في النيوتريشن، ان يبقى في حد بيراعيهم، حد واخد باله منهم، يعمل لهم ريكريشن، يبقى في حد بياكل معاهم، كل الحاجات دي اسمها سوشيال كير. ويبقى في حد مراعي النيوتريشن بتاعتهم، هو بيحضر لهم الاكل، بيعمل لهم وجبات نيوتريشيس وهيلثي. كل الحاجات دي مهمه قوي للنيوتريشن بتاعت الالدرلي. طيب انا كده خلصت محاضره النهارده، انا هنتظر الاسئله بتاعتكم بعدين نعمل ملخص سريع للمحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله. انا هشوف كده الاسئله بتاعتكم، اللي عنده اي سؤال يكتب، انا دلوقتي بقرا الحاجات اللي انتوا كاتبينها. موضوع الكتاب ان شاء الله هو هينزل لكم كتاب فيه الكلام اللي احنا بنشرحه دوت.
حد كاتب ان هو اللاكتيتنج ماذر محتاجه كالوري اكتر من البريجننت ماذر، لان عمليه تكوين الميلك بتستهلك طاقه جامده قوي، اللي هو الماميلاري جلاند، وتكوين الميلك بيستهلك طاقه عاليه، فعشان كده الكالوريك ريكويرمنت during lactation اعلى من الكالوريك ريكويرمنت during pregnancy. طيب حد طالب نقول الهيمو دايليوشنال انيميا، بنقول ان احنا during pregnancy لو احنا عندنا النورمال ادلت عنده 5 لتر دم، يعني during pregnancy هو ما بقاش شخص واحد، بقى فيه شخصين، فالبيبي دوت عنده circulation، في blood vessels وفي circulation وماشي فيها دم، فلو احنا الدم بتاع المزر هو الخمسة لتر بتوعها واتفتحت سيركليشن جانبيه للطفل، ده هياخد جزء من الفلويدز والبلاد فوليوم بتاع المزر، لو ما تعوضش الفوليوم ده هيحصل هاي بوتنشال للمزر وكولابس. فبيحصل ديورنج بريجنانسي ان كميه الفلويد بتاعه البلاد بتزيد، وبالتالي ريلاتيفلي بقى بالمقارنه بالكونسنتريشن بتاعه الهيموجلوبين الفلويد اللي حواليه زادت، فالكونسنتريشن بتاعته قلت، فده مش معناها ان هي عندها انيميا، ده هي عندها فيسيولوجيكال هيمو دايليوشنال انيميا، حصل دايليوشن للهيموجلوبين بان الفلويد بتاعت البلاد زادت، فعشان كده بيسموها دايليوشنال هيمو دايليوشنال انيميا او فيسيولوجيكال انيميا، عشان دي حاجه فيسيولوجي. طيب لو الست البريجننت جات لي الهيموجلوبين بتاعها 11 جرام، ده معناها ان هي عندها انيميا؟ لا، هي عندها اللي هي الفيسيولوجيكال انيميا اللي بتحصل لكل الستات البريجننت، فمش محتاجه ان انا اديها او اعالجها من الانيميا. طب لو نفس الرقم ده جاي لي لواحده مش بريجننت، دي انيميك، هبدا اعالجها بالانيميا. طب لو قل، لو الواحده البريجننت دي جات والهيموجلوبين بتاعها اقل من 12، لا يبقى هي كده دخلت في انيميا فعلا، كده عدت الايه مرحله الهيمو دايليوشنال انيميا، يعني بقى اقل من 11. فهي دي فكره الهيمو دايليوشنال انيميا او بيسموها فيسيولوجيكال انيميا بتاعت البريجننس. حد كاتب لو كان عنده كوليسترول يتجنب نوعين الكوليسترول العالي والواطي اللي هو اللو دنس لايبوبروتين والهاي دنس لايبوبروتين. لا، هو الهاي دنس لايبوبروتين دي حاجه محببه وبنحب ان هي تزيد وتبقى كويسه، لكن اللو دنس لايبوبروتين هو ده اللي مش كويس. يعني في كوليسترول كويس وكوليسترول سيء. في اي توضيح على طريقه الاختبار؟ انا مش عايزاك تفكر دلوقتي في الاختبار، فكر ان انت بتتعلم علم عشان ده هينفعك ان شاء الله كدكتور، وهتنصح بيه الناس وتاخد ثواب عليه، وانت لو ذاكرت بهذا المنطلق هتذاكر كويس وتفهم كويس، وان شاء الله ربنا هيكرمك وتجيب اعلى الدرجات. فما تشغلش دماغك بالامتحان دلوقتي، اشغل دماغك ان انت تفهم الماده العلميه وتبدا تطبقها بقى على الايه، على قرايبك، لو اختك مثلا حامل، لو حد عندكم في العيله حامل تبدا تديله النصايح، ياخد ايه ما ياخدش ايه، هيلث اديوكيشن نيوتريشنال اديوكيشن. فاتعلم العلم للعلم والاختبار ان شاء الله، طالما انت اتعلمت العلم للعلم ان شاء الله الاختبار هيبقى بالنسبه لك سهل جدا. What is the idea in regular appraisal؟ هو المفروض ان الست بريجننت دي بيبقى بال WHO هي حاطه عدد معين من الزيارات بتروح تعملها في البرايمري هيلث كير، حاجه اسمها انتينيتال كير. فالانتينيتال كير دي بتروح هناك فبيعملوا لها هيلث ابريزل، هيلث ابريزل يعني اسسمنت للهيلث بتاعتها، فبيبداوا بقى يقيسوا لها الضغط كل مره تروح فيها، ياخدوا لها الويت ويشوفوا البريجنانسي، يعني يعملوا لها سونار والكلام ده، فكل دي بيسميها ريجولار هيلث ابريزل للفيميل في الانتينيتال كير فيزيتس. طيب هو حد كاتب يا دكتور بالراحه شويه، اللي كاتب بالراحه شويه ده وقعت منك حاجه تحب عيدها تاني؟ يا ريت ترد عليا، اللي كاتب بالراحه شويه لو وقعت منك حته ما لحقتش تتابعني فيها هعيدها تاني دلوقتي.
طيب انا سيادتكم برضو ان انتوا تكتبوا اسئله، لو حد ليه برضو اسئله لحد دلوقتي. انا هلخص بقى المحاضره بتاعت النهارده، وبرضو لو في حد عنده اي سؤال يكتبه، انا شايفه الحاجات اللي انتوا بتكتبوها دلوقتي. احنا النهارده خدنا ايه؟ خدنا الفيدنج اوف فالنبل جروب، واتفقنا ان الفالنبل جروبس دول عندي 7 جروبس: البريجننت واللاكتيتنج والانفنت والبري سكول والسكول والادوليسنت والالدرلي. النهارده ان شاء الله المحاضره بتاعتنا هتكفر 3 اللي هم البريجننت واللاكتيتنج والالدرلي، وفي محاضره ثانيه هتاخدوا فيها بقيه الجروبس. واتفقنا ان النيوتريشن، الاهتمام بالنيوتريشن او الفيدنج ديورنج بريجننسي، مهم قوي ان انا ااكد على 4 حاجات: ان هو اعمل لها نيوتريشنال اديوكيشن ونيوتريشنال اسسمنت اللي هو ريجولار هيلث ابريزر، وان انا اعمل نيوتريشنال سبلمنتيشن، واتاكد ان هي بتاخد الهيلثي دايت اللي هم كونتيننج 3 كومبوننت بتاعت الدايت بتاعنا اللي هو البادي يلدنج والانرجي بيلدنج، البادي الانرجي يلدنج والبادي بيلدنج والفيتاليتي جروبس. واتفقنا هناخد السبلمنتيشن بالتفاصيل شويه، قلنا هنعمل سبلمنتيشن باهمهم وبدانا بيه هو الفوليك اسيد، وقلنا اهميته ايه، وبعد كده خدنا الايرن والكالسيوم والفيتامين دي، وقلنا مهم جدا ان انا ما بديش سبلمنتيشن بفيتامين ايه لان هو تراتوجينيك، الحته دي برده مهمه. وخدنا الحاجات بقى اللي هي الاذرز زي الفيتامين سي والحاجات اللي هو تريس اليمنتس، وقلنا دي لو احنا تريس اليمنتس دي لو احنا بناكل الهيلث دايت هتبقى كفرد ديورنج الهيلث نيوتريشن العاديه يعني. بعدين دخلنا قلنا وكلمنا كمان عن البروتين وعن الانرجي ريكويرمنت during pregnancy. بعدين دخلنا على اللاكتيشن وخدنا ايه الهيلث نيوتريشن education المفروض اديها during lactation، وكان من اهمها ان هي تاكل البالانس دايت وتاخد فروت اند فيجيتابلز عشان المينرال والفيتامينز. وقلنا ان هو مهم قوي قوي الهيدريشن عشان ده بيأثر على كميه اللبن اللي بتكونها الام. و اتكلمنا عن الانرجي والبروتين ريكويرمنت، وعرفنا ان هم الاكسترا بتاعتهم اكتر من البريجننسي. وبعدين اتكلمنا عن الالدرلي وقلنا ايه البريسبوزنج فاكتور اللي ممكن تخلي الالدرلي معرض اكتر ان يجيله مال نيوتريشن. واتكلمنا عن الايم بتاعي وانا ببلان الدايت فور نيوتريشن للالدرلي ان انا اكفر ايه واعمل واتاكد ان هو مش معرض للمال نيوتريشن، ان انا عملت كفرمنت للفيزيولوجيكال ريكويرمنت بتاعته. وبعدين اتكلمنا عن الموست كومن نيوتريشنال ديس اوردر جيرنج الدرلي، وده برضه سؤال بيجي كتير. وعرفنا ان هم حاجات ليها علاقه بالبودي ويت اللي هو هيبقى عنده ويستنج او اوبيز ويستنج ده او اندر ويت ده عشان ما بياكلش ونفسه مسدوده، والنوع الثاني اللي هو الاوبيستي عشان بياكل الريفايند شوجر والحاجات الايزلي بريبيرد والكربوهيدرات الكتير وما بيتحركش فبدا يخش في ريسك اوف اوفر ويت اند اوبيستي. وبعدين خدنا النيوتريشن ديفيشنسي بتاعت الايرن ايرن ديفيشنسي انيميا اند اذر ديفيشنسيز، واتكلمنا عن هاو تو بريفنت المال نيوتريشن among the elderly، ان احنا البريفنشن دايما بتبص ايه البريسبوزنج فاكتور وتبدا ايه لما تمنع البريسبوزنج فاكتور دول هتبقى عندك بريفنشن للمال نيوتريشن ديورنج الدرلي، ان احنا نعمل لهم هيلث اديوكيشن، نعمل لهم سبلمنتيشن، ونجيب لهم الاكل اللي ايزي دايجستد، والحاجات كثيره اللي احنا اتكلمنا عليها. لحد كده حد عنده اي سؤال؟ احنا كده رجعنا سريعا على المحاضره. معاكم 8 دقايق كده لو حد ليه اي سؤال او حد عاوز اعيد شرح حته معينه. Is powder milk better than liquid milk from supermarket؟ هو الاثنين بيبقى فيه مواد حافظه لان بيقعدوا فترات طويله، اي لبن بتجيبه وبيقعد فترات طويله ده معناه عليه كميه مواد حافظه عاليه جدا. الاحسن واحد اللي هو الفريش، بس اتاكد ان انت جايبه من سورس كويس ما فيهوش انفكشن، لان ده ما بيبقوش حاطين عليه المواد الحافظه لان انت ما بيأثرش بقى على الكلى ولا الكلام ده. طيب انا لو بقارن بين السؤال، لو انا بقارن بين الباودر ميلك وبين الليكويد ميلك اللي جايين من السوبر ماركت، هو الباودر ميلك بيبقى ليه ميزه شويه ان هم بيبقوا حاطين عليه ساعات بيبقى فورتيفايد بحاجات اكتر، بكالسيوم اكتر، بفيتامين دي اكتر، بيبقوا حاطين عليه فورتيفيكيشن اكتر يعني. لكن اكتر هم الاثنين عليهم مواد حافظه، انا حقيقي ما بفضلش الاثنين الصراحه يعني. واحسن حاجه اللي هو الفريش اللي جاي من عند الراجل بتاع اللبن اللي هو مش حاطط عليه مواد حافظه، بس مهم جدا تتاكد ان السورس ده سورس نظيف وما فيهوش انفكشن.
طب الحمد لله، اللي بعت قال لي ان انا اتكلمت بسرعه، بيقول الحمد لله ما وقعتش منه حاجه، بس هو كان الشرح كان سريع شويه، معلش عشان احنا كنا بنحاول نخش من الاول، بس كان البرنامج مهنج او السيستم كان واقف، فما كنتش عارفه اخش، ما كانش الايقونه اكتف ان انا اخش يعني، فاخدنا شويه وقت فيها. How does vitamin D reduce the incidence of a small gestational age infant؟ هو الفيتامين دي بيبقى الرول بتاعه مهم قوي طبعا في الكالسيوم، ان هو بيعمل ابزوربشن للكالسيوم، وبيبدا يعمل جروس للبون والتكوين بتاع العظم بتاع البيبي، فاكيد هيبقى ليه رول في ان هو سمول جستيشنال ايج، يعني البيبي حجمه قليل. ممكن بقى لو عايز التفاصيل بالظبط يعني ممكن تخش تدور عليها على النت، بس هي عشان فيتامين دي بيلعب بيأثر في الابزوربشن بتاعت الفيتامين بتاعت الكالسيوم والديبوزيشن بتاعت الكالسيوم في البون وتكوين العظم بتاع البيبي دوت، فده ممكن يكون جزء من التفسير، بس انت لو عايز تفسير بقى كلي ممكن تدور عليها على النت. ثانك يو، شكرا، ربنا يكرمكم. طيب لحد كده حد عنده اي اسئله؟ احنا لسه معانا تقريبا 6 دقائق كمان، انا معاكم 6 دقائق كمان لو حد عنده اي سؤال. طيب يا جماعة أشكركم، وإن شاء الله تكون محاضرة مفيدة وتكونوا استفدتم، وأعتذر جدا على اللخبطة اللي حصلت في الأول، لأن البرنامج ما كانش شغال أو ما أعرفش كان فيه إيه، بس الحمد لله يعني أدركنا الموضوع، والحمد لله تمت المحاضرة على خير يعني إن شاء الله. فيا رب تكونوا اتبسطتوا وكل الموضوع كان سهل بالنسبة لكم، وتكونوا استفدتم من المحاضرة إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله في محاضرات تانية إن شاء الله. شكرا جدا يا جماعة. يلا سلام عليكم.